أعلنت المحكمة الدستورية العليا خلال مؤتمر صحفي تفاصيل فعاليات الاجتماع السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الإفريقية، ويعقد المؤتمر خلال الفترة من 10 حتى 12 من سبتمبر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. ويعد هذا الاجتماع هو السادس بعد قيام المحكمة الدستورية العليا المصرية بعقده في عام 2017، والذي يجمع الأشقاء الأفارقة من أكثر من دولة إفريقية لتحقيق التعاون القضائي الدستوري. ويمثل هذا المؤتمر أهمية كبيرة للدول الإفريقية لما يتضمنه من توصيات هامة تساعد على تحقيق القضاء الدستوري للمواطنين في القارة السمراء. وضع آلية مستمرة بين الدول الإفريقية المشاركة في الاجتماع للتباحث طوال العام على مدار السنة، بيحدث نوع من التلاقي البحثي والتدريبي. ودي يعني أنا أردت أن أزف هذا الخبر للإعلام قبل أن تبدأ الفعاليات، لأنه حقيقة هذا الاجتماع لابد أن يكون له ثمار متميزة، وإحنا حقيقة يعني هادفين إلى أن هو يحقق نتائج على الأرض، نتائج ملموسة لا تنتهي آثاره بمجرد انتهاء فعاليات الاجتماع.